احنا ميديكو تيلز، احنا الشركة اللي نادي هوتيل في تونس والمغرب ومصر. التورنوا ان شاء الله باش يكون عندنا هنا في الاوتيل ميديكو تيلز خانس في المسير. التورنوا عملناه وتلعب لهنا والحمد لله كان سوكسي كبير ياسر ياسر، كانت ايماج مزيانة ياسر على تونس خرجناها. الحمد لله السنة التورنوا باش يتعاور، نومبر دو بارتيسيبون باش يكون حتى اكثر شوية، وفما عندنا زاد اسامي كبيرة كيما توا نونسينا في الكونفرنس اللي باش يجيو بحذانا. انتظاراتنا كبيرة ياسر، عم ناول كانت أكثر ستريس على خاطر كانت أول إكسبيريونس، كو إن شاء الله بيوفقنا السنة هذي، الظروف متوفرة إن شاء الله التوانسة اللي يجيو بحذانا والجوارات انترناسيونو يقاو أحسن جو وأحسن إقامة في المستير. إن شاء الله أول شيء مش تكون دورة ناجحة بأنه أونس جابر أكدت مشاركتها في الدورة هذه، في الدورة 250,000 لعبه برك في التوب 10 لازم تشيك، دونك عندنا اونس جابر، فما لعبه فينيس ويليامز اللي ما يخفاش على الناس عندها 7 كون تيتر جراند سلام وعندها 50 تيتر دبليو في تي ا، مش تكون موجوده في مدينه المونستير. الدوره هذيا الادوار التمهيديه مش تبدا بالتاريخ يوم 14 و15 اكتوبر، من 16 ل 22 الادوار النهائيه. يوم الاحد 22 على الساعه الثانيه مش يكون الدور النهائي، ربع نهائي ونصف نهائي كلهم على الملعب الرئيسي بدايه من الساعه 2 بعد الظهر. ان شاء الله بوجود الصحفيين والتواجد الناس الكل الدوره هذه مش كنا عملنا ولا حققنا الاولانيين 250,000 على العالم في الديجيتال. ان شاء الله السنه نتواصل وتكون دوره في مستوى التنظيم ومستوى النسخة الثانية لدورة جاسمين أوبين 250 تحتضنها مونستير وتحديدا ماجيك أوتيل. احنا فرحانين كجامعة اللي نظموها السنة في أجواء طيبة بإعانة السلطة المحلية المشكورين سيد الوالي رئيس البلدية السياحة المندوب الجهوي للسياحة، ولكن كذلك نادي التنس بالمونستير اللي هو بدي المبادرة واللي لولاه ومعنا قبيلة كما شفتوا سي شهاب مدير الدورة من أقدم الرؤساء ومن معناتها اعطى للتنس برشا برشا. هذاك عليه أنا كرئيس جامعة في تونس، لكن اللي موجودين هوني جنود نجم نقول المساترة اللي هنا قاعدين يخدموا. إن شاء الله الدورة هذه تكون ناجحة كما عم ناول، اللاعبات يكونوا مصنفات خير من عم ناول، التنظيم باش نزيدوا نعطيو روح للنزل باش نعملوا أن بتي فيلاج. إن شاء الله أسامي كبيرة في الموعد، أنس إن شاء الله فينوس ويمكن أسامي أخرى من هنا نهار لحد سي شهاب تجمو تكلموا يعطيكم الأسامي نتاع اللاعبات اللي باش تكمل تقيد في النهارين هذوما. وإحنا كجامعة تونسية تنس فرحانين برشا اللي نحتضنوا الدورة هذه، فرحانين برشا لأن نسوقوا في صورة تونس أحسن تسويق من خلال الرياضة ومن خلال السياحة الرياضية. إذاعة الحياة مواكبة التنس لحظة بلحظة، مشكورين فريمون جماعة القروان اللي نحبكم برشا برشا اللي تواكبوا في التنس كل يوم. تحياتي وتحيات كل محبين إذاعة الحياة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.